اليوم موضوعنا ببالانس عن الصيام، بس قبل بدي اقول لك صباح الخير هندا. صباح النور وصيام مبارك. ميرسي لك ولكل الصايمين. بدنا خبريت اليوم طبعا عن شيء قلت كثير نشربه كثير نشربه كثير مهم، وبس كمان نحن انا وانت شوي معندين فالنتاين اليوم قبل الوقت. معلش يلا من الاول شمع. انا بعدين برجع بطلع الخميس، قلت خلينا نلبس شويه احمر اليوم. ليش لا، بالعكس احلى واحلى، هيدا ذا سيزون يعني. ستيفاني كمان بنذكر بالاتصالات اللي دائما نحن بنحب نتلقاها على 0444444. اليوم خبريتنا واصله طازه من الجورنال اوف دايتيتك اسوسيشن، واللي هي على الدايت سودا. فحيالله نوع من انواع الدايت سودا اللي كانت، لانه بعد في ناس بيقولوا هيدا النوع هو احسن من النوع الثاني، وهيدا النوع لانه في الوان اكثر هيك، او هيدا ما في سكر هو احسن. هلا انعمل البحث كان كتير دقيق على علاقة دايت سودا بمرضى السكري اللي عندهم سكري تايب 2 دايابيتس، وهن كمان علاقتهم مع الميتابوليك سيندروم. ميتابوليك سيندروم برجع بذكر هي وقتها أشخاص يكون عندهم خصر كتير كبير، أكثر من 88 سنتيمتر عند النساء، أكثر من 102 سنتيمتر عند الرجال، وبيتبع هيدا الخصر اللي هو خصر العريض فينا نقول له ثلاث أشياء يمكن يكون معهم، يعلى من هو وشغلة تانية اللي هي الضغط العالي، أو هي وشغلة تانية اللي هو تريجليسيرايد، أو هي وشغلة تانية اللي هو كمان السكري. فوقت يكون عندنا هالعوامل المشتركة هيدا اسمه بنسمي شيء اسمه الميتابوليك سيندروم. هلا تبين إنه الأشخاص اللي عم يشربوا، عملوا أكيد أبحاث وستاتستكس وكل شيء، اللي عم يشربوا الدايت سودا زادت نسبة إنه يصير معهم ميتابوليك سيندروم بنسبة 36% زاد الخطر، وزاد الخطر بنسبة 62% إنه يصير معهم سكري تايب 2. فاذا هون عم نطلع بالنتيجه انه شرب هالدايت سودا بالفعل هو عم يؤدي لميتابوليك سيندروم، هو عم يزيد الخطر ليؤدي لميتابوليك سيندروم، هو عم يزيد الخطر انه يصير معنا دايابيتس تايب 2. طيب يجي السؤال انه سكري تايب 2، طيب ليش بده يزيد سكري وهو ما في سكر ابدا؟ ما فيه سكر. هلا الابحاث فاذا هون بعثت من الاشياء اللي عم تنعمل كويشنير انه هول الاشخاص كم مره عم يشربوا الدايت سودا بالنهار؟ اوكي، والسؤال الثاني شو عم ياكلوا؟ هلا فتبين هن طبعا الابحاث بينات اللي بيشربوا حتى لو مره واحده بالنهار، سو اذا بالنهار مره واحده او اكثر تبين انه ريسك فاكتور عم بيزيد. وليش؟ من وراء ما عملوا الستاتستكس وشافوا هن شو عم ياكلوا، تبين انه هالاشخاص بالنتيجه عم يرجعوا ياكلوا زياده. ونوعيه الاكل يعني انت بتشربيها بحس حاله واحد يمكن خفيف وشرب شيء ما في سكر ما في وحدات حراريه، صار عنده التندنسي انه ياكل زياده من ميله ثانيه. هيدا واحد. ليه بتفتح الشهية ولا فيها قصص يعني بالدايت سودا؟ ما قدروا يعرفوا إذا فيها قصص، هو اللي تبين هو شو أكلوا العالم. ونوعية الأكل اللي أكلوها بنقول لها energy dense، يعني فيها كتير وحدات حرارية. فيمكن كمان كانوا كتير من اللي عم يأكلوا مثلا اثنين هامبرجر أما ثلاثة، بتسمع كتير بيشربوا دايت سودا معهم أما هيك، أو بوب كورن كبير أو بيستاش، أوقات بيكونوا 100% عم يأكلوا 100%. فتبين هون أنه عم يزيد. هلا هون وين بدي وصل لنتيجه، لانه في شيء كمان كثير انا بيمرق معي بالكلينيك وعم بسمعه كثير، اشخاص بيعملوا ريجيم بيقولوا لي هل فينا نشرب نحن اثنين وثلاثه دايت سودا بالنهار؟ اكيد لا، كيف ما كان رح يطلع شيء صحي شيء منه صحي فيها. الشغلة الثانية عم يشربوا نوع من المشروب اللي هو كمان غير الدايت سودا، مشروب اللي هو فيه السكر المحلي، يعني السكر اللي ما بيعطي وحدات حرارية. بيقولوا لي نحن بنحطها وبنشرب قنينة لترين وبنشرب 3 لتر و4 لتر. صح على فويكة. ايه وكل نهار بنضلنا عم نشربهم، طب نحن كل نهار عم نشربهم، أولاً هيدا شيء منه صحي، عم ناخذ محلي اصطناعي بكثرة هون، بعدين هون افترضي هل كل نهار ما شربناه هون، نحن قلنا هلا بدنا نوقفهم لأنه طلع إنه هن ما كتير صحية، هيك لنشرب مي بدلون، اللي تعود على هالقدحل وما رح يحب يشرب المي، كمان هون بعدنا هو اللي ما بحب يشرب مي بيزيد هول القصص بقنينة المي ليقدر يشرب مي كل نهار. مزبوط. تيشرب شيء طيب يعني مزبوط. تيقدر مزبوط، بس مع الوقت تبين انه هالشيء ما خليه يحب يشرب المي، ما خليه يتعود على المي، بالنتيجة اللي هي المي كمان بدك تتعود عليها، بتنظميها مثل حيلا شيء ثاني، ومع العادة بتصيري وقتها ما تشربيها ساعتها هون بتحسي انه لا أنا عطشت
بدي اياها، لكنها ما في مثل المي. ما في مثل المي ابدا. لارجع على موضوعي وموضوعي بليز، الاكثار من الاشياء اللي هي فيها محل اصطناعي مفضل انه ما نكون عم نكثر منها. اوكي. لكنها طلع انه عم بيشربوا ليلى عم بيشربوا صودا لايت صودا مزبوط. مرة حتى لو مرة بنهار مزبوط. عم بيتعرضوا لمشاكل صحية مزبوط من الميتابوليك سندروم او من السكري لانه عم بياكلوا اكثر، مش لانه عم بيشربوا مزبوط. مش لانه الدايت صودا عم بيعمل لهم الاشتراكات، لانه عم ياكلوا اكثر كثير. مزبوط. بس كان بدي اشوف اذا فهمت، لانه خليهم ياكلوا اكثر. ونوعيه الاكل نقوى، طلعت نوعيه هي بتحتوي كثير وحدات حراريه بنقول لها انرجي دانس. في معنا اتصال ناخذه. الو الو، صباح الخير. صباح النور. صوم مبارك لكم. ميرسي. ولك كمان. بدي اسال الاخصائيه، بس انا عم باخذ دواء تركيبته فينا لافاكسين وهايدر وكلورايد، دواء اعصاب يعني. باخذ هيدا الدواء صار لي كثير زمان، وباخذ بعيار الصبح 75 وعشيه 150. أوكي. كنت عم بتقولي من كم يوم انه اذا واحد بتحس انه فجاه جاع من هيدي الادويه، فبياكل شيء بسكر كثير، شوكولا مثلا، بعد شوي بيرجع بيخبط بسرعه، بضل حس حاله جوعان. هلا انا هيك، بس كمان عم بكتشف انه حتى اذا كنت اكله وبشرب فنجان قهوه مثلا عربيه كمان بيهبط قلبي وخلص بدي اكل. هلا انا ما عم بحب اكل اكل انه ما بحس حبالي ولا جاع بالي اكل هالاكل، بدي اكل وشي حيلا شيء، انه حتى الصبح في جوعان كثير. وعندي انا اساسا كمان شغله ثانيه، ما كثير بحفظ اسماء وارقام، بس بحفظ كثير منيح الوجوه. هلا صار كثير اكثر من قبل، وارقام واسماء ابدا ما بحفظها، وبكون عم بحكي بنسى كفي الفكره. وبرجع بوقف. وبعدين بقول يا الله لما كنت عم بحكي كان لازم اقول هيدي الجمله. وهالشغلات كثير عم بتصير معي. والعيان نفس كمان عم بتصير كثير معي. أوكي. فما بعرف شو بدك تنصحيني اعمل. اورايت. اول نصيحه هي انه تتصلي بالطبيب اللي عطيك الدواء. معقول هيدا الدواء اللي عم تاخذيه بحد ذاته هو ما يكون عم بيناسبك. هيدي اهم شغله تعمليها، يعني وقتها عم يكون في لعين نفس، وقتها واحد عم ينسى وهيك، بيكون في الدواء منه مناسب هالجسم. هلا رح احكي انا بشغلتي، الشغله الغذائيه. كمان هون نحن اكيد ما فينا ناكل سكر، والمدام اللي عم يصير معها عم تستحلي الاكل البركي طيب، في طعمه طيبه، في طعمه سكر بالنسبه لها طيبه، مش الاكل اللي هو كطبخ يعني. فاللي فينا نعمله هون، اكيد برجع بركز انه ما ناكل سكر، بعدني مصره. اللي فينا نعمله ما عم تقدر، بس لانه كثير عم يطلع عبيله. اللي بدنا نعمله هو بدنا نجيب مثلا بدل ما انا اكل اتروق ابعد خبزه كامله، لنقول ابعد الخبزه هي بتعدي الكبيره، هي بتعدي الاربعه توست. اللي فيها تعمله المدام هون انه تاخذ اثنين توست بوقت معين، يمكن هي وعم تشرب القهوة، وترجع اثنين توست تانيين، طبعا حتى عليهم لبنة، حتى عليهم جبنة، حتى يكون معهم بروتين. كمان نحن هون فينا، فإذا نكون عم ناكل شيء اللي فيه حلو، بركي وحدة توست اللي هي بالألياف نحط عليها مربى، هون يكون في ألياف مع الحلو. فنحن بدنا نلعب تريك، بدنا نلعب نحتال على الجوع اللي عنا إياه، على هيدا اللي نحن بحاجة لأنه هلو. ناكل هيدا الحلو، بأنه نقسم اللي نحن عم ناكله تقسيم صغير. هلا وقت اقدر اصمه بدي اشرب معه حتى اكون عم بشبعني. هون يمكن يكون مي، يمكن الرغبه ما تكون للمي، يمكن يكون في ينسون وزهورات ونعنع، اليوم كمان شوي بدي احكي عنه، بدي احكي على الاشخاص اللي بتنسى كمان بخلال الصيام، فكمان هم فينا ندخلهم. ويا ريت احسن واحسن هو اذا دخلنا الحليب القليل الدسم او بدون دسم، لانه بيقيت القلب وبيروق الاعصاب كمان. فاذا هون بدنا ناكل، معك حق، انا بفهم انه ترغبي تاكلي كل ثلاث ساعات، كل اربع ساعات عم توعي جوعانه، بتشرب قهوه، يعني شو ما عملت عم بتضلي تلقمش، لانه عم تحس انه كثير جوعانه وبدها تاكل 100%. فالكميات اللي بدنا ناكلها بدها تكون عم تتقسم، يا ريت واحد بيقدر يلف ترتين ويقسمها على ثلاث اقسام. يمكن هون يجي على بالها تاكل كعكتين، بس اللي هي حتى ما تنصح بدها تعرف، يعني طبعا بدها تقعد مع يعني اختصاصي التغذيه، بدنا نكون عم نشرح لك انه انت بدل هالقبعه الخبز قد ايه بيطلع لك كعك بدله، قد ايه بيطلع لك كم ملعقه لبنه، حتى تكوني انت عم تكوني عم تقسميهم. فبده الاكل لازم يتاكل مظبوط، او اكيد اللي عم يصير معها 100% بيصير، بس بدنا نقسم هذا الاكل لعده وقعات منها.
لا ما تحس لا بس تحس بالجوع يكون عندها شيء يكون عم تاكله 100%. اورايت طيب لفوت بموضوع ستيفاني اليوم عم نحكي على الصيام عم نحكي على الصيام اللي هو منه نقول له الصيام الارثوذكسي عم نحكي على الصيام الكاثوليكي الصيام المارني اللي هو هذا الصيام اللي بالمبدا اكثريه الاشخاص هن بيصوموا للظهر رح نحكي انا وانت انه في عندنا صيام في ناس بيصوموا للظهر في ناس بيصوموا ما بياكلوا حلويات انا مثل انت مثلا في ناس بيصوموا ما بياكلوا الحميات كمان صح. فرح احكي على هالثلاث انواع من في ناس كمان الاربعاء والجمعه ما بياكلوا لحم مزبوط هلا وبالصيام بعد شهر بدنا نرجع نحكي على الاشخاص اللي ما بياكلوا ولا حليب ولا مشتقاته هونيك صار شوي الصيام اصعب بينقصهم كالسيوم بدنا نشوف كيف بدنا نحن نعوضه فاذا نحن لنقول ما اكلنا شيء للظهر اول شيء هل يجوز صحيا منا مشكلة للظهر منا آخر الدنيا ففي واحد يصوم للظهر وأبدا ما بيكون في إشكال هلأ بدي أحكي شيء براتيك أول شيء شو لازم يأكل إيه البراتيك اللي بدي أقوله في ناس بدغري بيقعدوا بيتغدوا الساعة 12 هيدا هون أول شيء نحن بنعرف إنه دايما وقت بنفك الصيام منيح نفكه بمي فإذا شرب المي هون بيجي كتير أساسي وشرب السخن فإذا مي وفنجان سخن هو اللي أهم شيء نكون نحن عم نشربهم والأشخاص اللي وجعهم راسهم لأنه ما شربوا قهوة هو رح يوجع الراس يومين ثلاثة لأنه نحن معودين بيجع الجسم بيتعود بعدين بيتعود الجسم منا مشكلة فهون لكن كباية المي وكباية السخن كتير ضرورية وبيجي عنا كيف نحن براتيك بحياتنا يعني هل نحن بأوفيس والكل بيتغدوا الظهر الساعة 12 أو 12 ونص ساعتها مجبورين 12 ونص نتغدى ما تكون هاي الترويقة هلا في حال نحن تغدينا 12 أو 12 ونص نتذكر اللي تغدى 12 الساعة 4 بده يرجع ياكل فاللي نحن مفروض الكمية اللي نحن بنتروق الصبح هيدي الكمية بدها ترجع تجي الساعة 4 ناكلها يعني اللي بيتروق حليب وحبوب الترويق الصبح بده ياكلهم الساعة 4 اللي بيتروق ترتين الصبح بده ياكلها الساعة 4 فعندنا وقعة هون الساعة 4 لازم ناكلها بيجوع طبعا بيجوع قبل ما تجي الساعة 7 أما 8 لترجع تتعشى وإلا رح يجي العشاء ونتعشى كمية كتير كبيرة فهيدي وقعة ما بدي نقفيها بدي نقلبها هلا في اشخاص ثانيين هن بيحبوا انه يكونوا عم يتروقوا على 12 كمان مش غلط ساعتها الترويقه بتكون 12 الغداء من الطبيعي يكون بين الساعه 3 و4 كملنا نهارنا عادي فهولي للاشخاص اللي بيصوموا للظهر هلا الشغله الثانيه الاشخاص اللي هن بيصوموا ما بياكلوا لحمه ودجاج اللي ما بياكل لحمه ودجاج طبعا هون في عندنا بده ياكل السمك هلا السمك بده يجي محل اللحمه والدجاج والا كمان نحن عندنا الطبخات العاديه الطبخات اللي فيها بقوليات بنرجع بنحكي الفول والفاصوليا والحمص هول داخلين باكلتنا هلا كلمتين يمكن ما عندي كثير وقت بس هل الظهر يلي بيتغدوا الظهر لازم ياكلوا كميه قليله يعني لازم ياكلوا قد الترويق الظهر لا 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 اللي يتغدى الظهر غدا غدا الظهر اللي بياكلوا كان بدي احكي شوي عن السمك اليوم بعد في عنا دقيقه تقريبا بدي احكي عن الحلو هول بدنا بنكملهم بكره أكيد. مع المواضيع الثانيه هلا بالنسبه للسمك نحن ستيفاني بالامريكان هارت اسوسيشن بتطلب منا انه تناول السمك يكون على الاقل مرتين بالاسبوع هيدا اذا واحد كل يوم بياكل سمك هلا بنحكي على كل يوم لانه عم بنخاف شوي من التوكسيسيتي من الميركوري والتوكسينز التانيين اللي هن معقول يكونوا موجودين بالسمك هلا نحن مش بس يومين شو هو المينيموم اللي نحن بدنا ناخده والماكسيموم هيدا اليوم حبيت احكي عنه ولكن موضوع هو كثير مهم بعتقد اليوم ما رح يطلع لنا نحكي عنه رح بلش في حديثه بكره للاشخاص اللي عم ياكلوا سمك هل لازم يزيدوا ام لا رح احكي هل المراه الحامل لازم تاكل كثير ام لا والاولاد لانه كثير بنسال اسئله عليهم بنكملهم بكره اوكي ميرسي رندا هاف ا نايس داي مشاهدينا وقفه ومنتابع